إيران دائما ما تدعي بعلاقاتها الوثيقة مع دول جوارها، إلى أنها أثبتت العكس مع العراق من خلال تصرفاتها الاقتصادية، ناهيك عن التدخلات في شؤونه السياسية. فكلما زاد خناق العقوبات الاقتصادية على إيران، سعت إلى رمي تبعات تلك العقوبات على كاهل العراق، معتبرة إياه متنفسها الاقتصادي. وتأتي الجارة إيران اليوم لتقطع مياه نهر الزاب على العراق، لتتسبب بتجفيف آلاف الهكتارات الزراعية ونفوق الأسماك والمواشي، فضلاً عن انهيار كبير في القطاع السياحي. لها تأثير جانبي كلش كبير، وهذه التأثيرات لها تأثير على مصادر الثروة السمكية، وتسبب إلى إتلاف مئات آلاف الأسماك، وتتأثر على الجفاف الأراضي الزراعية الخصبة في المنطقة، وتتأثر على الانتاج خاصة الانتاج الخضروات الصيفية. لها تأثير كبير على الدخل الفلاح والمزارعين في المنطقة، خاصة في منطقة البجدر. نحتاج إلى تطبيق القانون الدولي، ونحتاج إلى التفاهم والتنسيق والعلاقة الدولية المتلائمة مع مصادر المياه، وكيفية تصريف المصادر المياه، وعدم تكرار هذه القرارات اللي لها تأثير والأضرار، لها تأثير الأضرار على المنطقة وعلى الإنتاج الزراعي في المنطقة. مراقبون طالبوا الحكومة العراقية بالتدخل وفتح حوار مع الجانب الإيراني حول ملف الأنهار المشتركة بين دول الجوار بحسب البروتوكولات المتبعة دولياً. أكثر من أسبوعين انقطعت السلطات الإيرانية المياه عن طريق سد كولاسا، وقد وصل الكميات المتدفقة من المياه إلى حد تقريبا إلى حد صفر، وهذا مؤشر خطير لأنه يؤثر على كل المشاريع البشرية والإروائية والزراعية والحيوانية وحتى البيئية في المنطقة ككل، في إقليم كردستان وفي العراق. لذلك نناشد الحكومة العراقية لكي تطلب من السلطات الإيرانية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المتبعة بين الدول المتشاطية على أنهار المشتركة لفتح المياه. ويبقى السؤال، هل ستبقى علاقة إيران بالعراق شكلية وفي الإعلام فقط وأمام الكاميرات؟ أم ستعمل على وفق مبادئ حسن الجوار المتبعة في دول المنطقة؟